على ما أعتقد احنا معانا دلوقتي على الهواء القس سيرجيوس سيرجيوس، وكيل عام بطريركية الأقباط الأرثوذكس من داخل الكاتدرائية. برحب بحضرتك معانا نيافة القس، وكل سنة وحضرتك طيب وبألف خير يا رب. اهلا وسهلا بيكم يا فندم. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بحضرتك، كل مشرفنا ومنورنا، وكل سنة وانتم طيبين بطيب. ومصر بخير بينا جميعا ان شاء الله. كل مصر بخير يا رب. طيب الاول خلينا مع اللحظة نيافة القس، يعني قول لي الاجواء. اتفضل يا فندم. نعم، انا اقول لك اجواء مصر كلها موجودة هنا دلوقتي عندنا في الكاتدرائية. كل مصر، مش بقول أباط، كل المصريين وجيش وشرطة والوزراء وسفراء وكل الدنيا كلها موجودة هنا النهاردة. ده عرس مصري. صحيح. طبعا احنا دي هي مصر وفرح. انا عايزه اقف عند دي بقى، ان هي دي مصر وتحيا مصر، اهميه اللحظه، اهميه ان احنا نكون كلنا متوحدين متجمعين بنهني بعض، الرساله اللي بتخرج من ده للعالم كله ولاعدائنا كمان. انا مش هو طبعا كل اللي بيتذاع النهارده ده كله في الكدرائيه ده بيذاع العالم كله. هم هيشوفوا مصر، هي دي مصر هنا موجوده دلوقتي في الكدرائيه طبعا كلها، وهي دي مصر بتاعتنا اللي احنا عايشين فيها وبنرتوي من نيلها وبناكل من زرعها كلنا في مصر كلنا كده. ومصر الجميله الحلوه الواعده ان شاء الله مصر يعني هتبقى يعني ام الدنيا كلها ان شاء الله، وربنا يخلينا فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي وكده راعي لمصر كلها وحبه للوطن الغير عادي. يا رب كلنا نقدر نحب مصر زي ما هو بيحبها كده. كنا من شويه قبل حضرتك تكون موجود معانا على الهوا بنقول بلدنا بينا واحنا اللي بنخاف عليها وحريصين عليها، على الرغم اي حد بيحاول يثير فتن ضغائن وما الى اخره. انت شايف ازاي التغير خلال الكام سنه اللي فاتوا؟ الدوله عملت ايه وازاي حس المواطنه بقى راسخ وقوي في نفوس الجميع؟ ارد ردي واحد بس يا استاذه لبنى. اتفضل يا فندم. كفايه ان في يوم عيد الميلاد فخامه الرئيس وانا كنت الواقف بشيل الستار عن جامع الفتح العليم ويفتح كدرائيه وجامع في يوم واحد وهو بنفسه اللي يشرف على البناء والتشطيب للكنيسه وللجامع، مش دي مصر بقى الحلوه؟ صحيح. مش رد على العالم كله وعلى الفتن والكلام ده كله؟ عايزين اكتر من كده ايه؟ وده اللي استحق الإشادة من العالم كله، يعني كانت ردود أفعال إيجابية جدا إن مصر فعلا رسخت هذا المبدأ، إن دي أهم رسالة بتخرج من خلال حتى تعاملنا على الأرض، مش مجرد حتى كلام وعبارات إنشائية. سيبك من الكراهين والحاقدين دول، يجوا يشوفوا مصر على طبيعتها والحقيقتها. سيبك من دول، دول يعني شرزمة يعني ما يتعدوش يعني على صبع اليد. لكن كفاية مصر، ادينا كلنا عايشين وشايفين والمشاريع اللي موجودة. هقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه يا بنتي؟ اخر مرة في الكوبري، افتتاح كوبري بتاع رود الفرج، ايه ده؟ يعني شفت الاعجاز، اكبر كوبري في العالم. إن اكتر من كده ايه مصر؟ اكبر كوبري في العالم. وشفت الحته بتقفل ازاي اوتوماتيك؟ لا يعني هم مش شايفين اصلا، هم عمي يعني مش شايفين. طيب واحنا بنتكلم نيافة القس برضو عن اللي اتغير وازاي يعني نخرس اي لسان بيحاول ان هو يطال من وحدتنا، كان ملف دايما بيبقى هو ده اللي نعم. بيبقى يعني كان في ملف دايما يعني كلام فيه كتير قوي علشان يعمل الوقيعه دي، اللي هي تقنين اوضاع دور الكنائس ودور العباده، المباني الخدميه وما الى اخره. الملف ده والانجاز يعني اللي يعني تم اقول لك ارجع بالتاريخ، ارجع بالتاريخ تاني ل 14 اغسطس، يعني مش هيتنسي اليوم ده.
لما حصل هجوم على الكنائس اكتر من 80 كنيسة، وقداسة البابا تدرس قال ايه؟ لو ما لقناش كنيسة هنصلي في الجامع، لو ما لقناش جامع هنصلي في الشارع، وما فيش مصري واحد يجرى له حاجة ونحافظ على مصر. انا فاكر في مرة اتصل بي حد من اخواتي المصريين قال احنا مساعدين ننزل نحرس الكنائس. قلت له يا حبيبي الطوب ممكن نبنيه تاني، لكن البني آدم ما نقدرش نجيبه تاني، صعبة. فمصر هي دي كلها حلوة وجميلة، وكل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيب وبصحة وخير. نقطة أخيرة، حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي للاحتفالات طبعا الدينية، احتفالات حضراتكم طبعا يعني احتفالات مصر كلها، دي برضو كانت متغير حقيقي، يعني ما كناش بنشوفه قبل كده، وبنشوف التفاعل الإيجابي. هي سابقة في التاريخ. في التاريخ صحيح، سابقة في التاريخ، ما حصلتش قبل كده. هو قال يعني، هو حتى اول يوم جه انا فاكر جه عزانا ساعه شهداء ليبيا وقال انا بعزي المصريين، وقال احنا كلنا مصريين. ولما جه اول يوم عيد الميلاد هنا ما قالش اباط ولا مسيحيين ومسلمين، قال احنا المصريين. انا مش عايز اسمع كلمه قبط ولا مسلم، احنا المصريين كلنا واحد. وده اتجاه جميل حلو، وان شاء الله مصر تبقى بخير وبخير وفي تقدم جميل إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب مرة تانية، كل سنة ومصر طيبة وبخير وسلام ووحدة وتماسك إن شاء الله. شكرا جزيلا يا فتى. شكرا القصر. شكرا شكرا لحضرتك القصر، وكل سنة وطيبة لكل المصريين. ميرسي يا فندم، شكرا جزيلا وحضرتك طيب وبخير.